أصدقاء، راح تكون حلقة جديدة. إحنا الآن مستمرين في تأملات سينمائية حول السينما العربية والعالمية. نحن قد أنجزنا 10 حلقات، وكانت 10 حلقات أعتقد مهمة جدا. أنا أشكر طبعا الأعزاء الأصدقاء الذين يتابعوننا على يوتيوب ويتابعوننا على فيسبوك وعلى انستغرام أيضا. أنا نشرت هذه الفيديوهات. نحن كنا مع طبعا عملنا 10 حلقات، منها فيلم دعاء الكروان، هنري بركات، فيلم خرج ولم يعد محمد خان، الشوق للمخرج خالد حجر، فيلم الحب فوق هضبة الهرم قصة نجيب محفوظ طبعا وإخراج عاطف الطيب، فيلم باب الحديد للمخرج الكبير يوسف شاهين، فيلم عمارة يعقوبيان سيناريو وحيد حامد وإخراج مروان حامد، فيلم البيضة والحجر بطولة أحمد زكي وإخراج علي عبد الخالق، فيلم القاهرة 30 إخراج صلاح أبو سيف، فيلم الكتكات طبعا إخراج داوود عبد السيد، وفيلم العجوز والبلطجي وكان من إخراج إبراهيم عفيفي. هذه 10 حلقات تم نشرها. أما الآن إن شاء الله في هذه الحلقة سوف أخصصها عن فيلم بخصوص إيلي، الفيلم الإيراني بخصوص إيلي. وهذا الفيلم الإيراني ربما أنا كنت كتبت عنه قبل أكثر من 2007، أول مرة كتبت عنه وكتبت عنه أكثر من مرة، ولكن ربما هناك في أشياء قد نذكرها هنا لم تستوعبها المقالات، وكذلك المشكلة أيضا في المقالات، أحيانا بعض المقالات تختفي للأسف الشديد. طبعا الكل يعرف ربما المخرج الكبير، المخرج الإيراني أصغر فرهادي، هو كاتب ومنتج ومخرج إيراني أيضا، هو الشخص الوحيد أو هو الذي حاز على جائزة الأوسكار. نعرف طبعا أن أفلامه، يعني أهم عمل له هو سيباغاسيون، حصد 30 جائزة في مهرجانات متعددة. طبعا له فيلم لوباسي الماضي، له عدة أفلام وأفلامه كلها جيدة ومشاهدة، يعني آخر أفلامه تقريبا البطل، وعنده أيضا فيلم آخر. طبعا هذا المخرج أو السينما الإيرانية بشكل عام كتبت عنها تقريبا أكثر من 50 مقالة. تعددت هذه المقالات حول عدد من المخرجين الذين تناولوا الواقع بشكل، أو قراءة الواقع ربما بشكل مختلف تماما عما ربما هناك قراءة للواقع، وفي نفس الوقت هناك أسلوب سينمائي. أنا في حديثي عن بعض الأفلام العربية التي تحدثت فيها، يعني أشرت في بعض الأحيان أهم الملامح السينمائية أو اللغة السينمائية لدى هؤلاء المخرجين. السينما الإيرانية ربما المختلف عنها أنها سينما مستمرة. السينما العربية، السينما مثلا الأفلام المصرية اللي كانت تأخذ الريادة، أو حتى الأفلام اللي كانت تأتينا من تونس، كانت تأتينا من أحيانا أغلب الأحيان كانت تأتي من تونس أو من دول المغرب العربي، أو المخرجين الذين يعملون في، أو الذين لديهم جنسيتين، جنسية الأوروبية والجنسية المغاربية، يعملون أفلام، ولكن ربما أحيانا يعني هناك ممارسة أو في نوع من الممارسة في بعض الأفلام جلد الذات. وأنا لي كتاب أيضا عن سينما الهامش أو السينما الضواحي التي قدمت الشخص العربي في فرنسا أو في أوروبا. وإن شاء الله في هذا الفيلم في أن نستثمره ونتحدث عن فيلم خصوص إيلي. طبعا اليوم حار، أنا يعني وأنا في جو هون في كافيه أو في مقهى، يعني تحت سينما بالضبط، هذه السينما التي دائما أشاهد فيها أغلب الأفلام. إذا سأكون معكم بخصوص إيلي أو شيء عن إيلي، about the إيلي، ومع المخرج الإيراني أصغر فرهادي. كونوا معي. بخصوص إيلي، هذا الفيلم الإيراني الذي أخرجه المخرج أصغر فرهادي، وأنا كتبت آخر مرة يعني تقريبا من قبل شهرين مقالة ضخمة حوالي 2000 كلمة بعنوان الفيلم الإيراني بخصوص إيلي أصغر فرهادي، تعرية الواقع بلغة سينمائية ذكية.
وكتبت تقريبا أكثر من 50 ربما مقالة عن الأفلام الإيرانية المختلفة، موجودة ومنشورة على موقع السينماتوغراف، موقع الرأي اليوم، موقع على القدس العربي، وعلى بعض المواقع أيضا المهمة. كما قلت، فقط ربما أيضا مشكلة إلى أن يتم إخراج هذا الكتاب أو إخراج هذه المقالات في الكتاب، سنحاول أيضا في خلال هذا البرنامج تأملات مع السينما العربية والدولية أو مع أفلام عالمية، أن نتطرق إلى بعض الأفلام سواء التي أنا كنت سبق أن تناولتها يعني في شكل مقالات، أو أفلام أخرى ربما لم نتناولها. ما تزال هناك الكثير من الأفلام الإيرانية الرائعة والبديعة. إذا في هذا الفيلم يعني، أو ربما في السينما الإيرانية، كما قلت الكثير من المخرجين السينمائيين الإيرانيين كانوا وما يزالون يقدمون الواقع أو يقرؤون الواقع، ولكن بأسلوب سينمائي بعيدا عن الثرثرة، بعيدا عن وهذا الفيلم طبعا أخرج في 2009 وحصل العديد من الجوائز. هذا الفيلم ربما إذا بدأنا نبدأ من البداية، يعني في البداية إحنا سنجد بعض الشخصيات أو هؤلاء مجموعة من الأصدقاء يذهبون إلى عطلة، وفي المشهد الأول تقريبا سنجد إن مجموعة من النساء والأطفال والرجال في سيارة واحدة أو في سيارتين تقريبا، وهؤلاء يعني بعض النساء يخرجون يعني وجوههم من نوافذ السيارات ويصرخون، يكونون في نفق مظلم، وبعد ذلك السيارة تسير، بعد ذلك السيارة تخرج من هذا النفق. طبعا هؤلاء الأصدقاء يتوجهون إلى البحر، المفروض أنهم يستأجرون فيلا، وهذه الفيلا تكون فيلا راقية أو فيلا يعني، لأنه هؤلاء الأصدقاء في منهم أحمد الذي هو يعني جاء من أو جاء في عطلة، هو مقيم أو هو شاب مقيم في ألمانيا. طبعا هو نحن في هذا العمل أو هذا العمل لدينا مجموعة من مهمة جدا من المخرجين، أقصد من الممثلين الإيرانيين، لعل أهمهم شهاب حسني، كذلك جولشيفتي فرحاني، ترانا علي دوستي اللي هي مثلت إيلي، مجموعة من الفنانين. معروف جدا أن الممثلين الإيرانيين أيضا يعني لديهم الكثير من القدرات الإبداعية ولديهم خبرات كبيرة. كذلك المخرج الإيراني أو المخرجين مخرجي السينما الإيرانية يبعدون عن الاستديوهات المغلقة، عن القصص الجاهزة أو القصص العادية البسيطة. يعني هو طبعا كل أغلب الأفلام الإيرانية إذا لاحظنا وإذا قدرنا أن نلخص القصة بنلخصها في سطرين، ولكن ماذا بعد القصة؟ كيف تقدم هذه القصة؟ فالمسألة هنا لسنا في يعني نادرا ما نجد في الأفلام الإيرانية بطولة البطل الواحد، نادرا ما نجد طبعا بالنسبة أنا أتحدث عن الأفلام الإيرانية التي أشاهدها. أكيد هناك في أفلام إيرانية شعبية وفي أفلام إيرانية كثيرة، حتى أن في إنتاج إيراني كثير داخل إيران، وفي أفلام لا تصل إلى المهرجانات. ليس معنى ذلك كل فيلم إيراني يخرج فهو يذهب إلى المهرجانات ويحصد على جوائز، وليس ذلك أن كل، ولكن هناك في إنتاج كثير جدا. الدولة أيضا في كثير من الأفلام ربما هي موجهة من قبل الدولة، تتحدث دائما عن الصبر، عن طاعة ولي الأمر، تتحدث عن الرموز الدينية والرموز المقدسة. يعني كثير من هذه الأفلام، المناسبات الدينية وغيرها، الكثير من هذه الأفلام موجودة وشعبية ومنتشرة ومشاهدة داخل إيران، لكن الأفلام التي تذهب إلى المهرجانات هي التي تخوض في قضايا قد يحدث فيه نوع من التشابكات مع السياسة، ولماذا لا؟ قد يحدث هناك أيضا تشابكات أو في نوع من اللغة السينمائية البديعة اللي جعلت الإيرانيين في هذه أو في هذا المكان الكبير جدا من السينما. هذه الشخصيات إذا كما قلت المفروض أنهم يذهبون إلى مكان وإلى فيلا جيدة، ويعني وفيلا فيها نوع من الراحة، لأنهم يأتون إلى العطلة. وطبعا هون في إحدى يعني هذه مجموعة من الأسر هم أصدقاء. إيلي هذه هي سيدة أو هي بنت أو فتاة، وهي معلمة لإحدى أبناء أو إحدى بنات بنات يعني إحدى الشخصيات الموجودة هنا.
لا نعلم كثيرا، هم لا يعلمون كثيرا عن إيلي، ولكن كان المفروض، أو نحن هنا أمام المشكلة، أو المشكلة الأولى التي كانت أن يكون هناك فيلا مريحة، ولكنهم لا يجدون هذه الفيلا، أو لا يوجد هناك حيز، يضطرون ويذهبون إلى فيلا أخرى. هذه الفيلا طبعا، أو هذا المنزل، أو هذا الإقامة اللي بتكون فيه، هي فيلا قديمة، والموقع بتاعها هو الذي أعطى للفيلم يعني الكثير من العلاقة. صارت الفيلا، أو صار المكان مجاور للبحر، والبحر هون ليس شاطئ آمن. الشاطئ الموجود هو في شاطئ، يعني فيه، يعني بما اعتبار أنه ليس شاطئا سياحيا، أو ليس شاطئا آمنا، توجد في هذا الشاطئ الكثير من الصخور، الكثير من النتوءات، الكثير من الأشياء، مما يوحي إلى أن أيضا هذا الوضع المزري في هذه الفيلا، يعني والنوافذ، الأبواب شبه مكسورة، النوافذ شبه مكسورة. فإذا هم في هذا دائما، المخرجين الإيرانيين أو في السينما الإيرانية، سنجد أن المكان يلعب دور، أيضا يلعب كدور كشخصية. موقع المكان، الموقع الجغرافي، يتحول إلى ميتافور، يتحول إلى دلالة. يعني هذا المكان، ربما عندما تأتي السيدات في هذا المكان، السيدات الموجودات، وهي 3 سيدات متزوجات مع أولادهم، هذه وهذه السيدات، أو هؤلاء النسوة، يحولن هذا المكان الذي غير يعني مقبول للسكن في البداية، ولكن يحولنه إلى بيت، يفرشنه، ينظفنه، طبعا يدعون الرجال إلى التعاون معهم. هون أيضا نبدأ من اللحظة الأولى، دائما كثيرا ما نبدأ من اللحظة الأولى، نبدأ بإعطاء دلالات، ويبدأ الاشتغال على اللغة السينمائية من أول لقطة، من أول مشهد، من بداية الفيلم. لا يستهلك المخرج وقتا كبيرا لتعريف الشخصيات، الثبثرة أو اللقطات التي ليست لها لزمة، تشعر أن كل لقطة لها لزمة، تشعر أن كل لقطة لديها ما تقوله، تشعر أن كل لقطة أخرجت بلغة سينمائية، يعني في تماهي، في حوار بين الشخصيات والكاميرا، الشخصيات، هذا يأتي من وراء النافذة، هذه تدخل من هنا، هذا يخرج من هنا، حركة مستمرة ديناميكية. إذا سنتوقف مع هذا العمل. طبعا كما تعرفون أنتم في هذا، أو هذا الفيلم، يعني ملخص القصة، إن هذه إيلي بعد مدة قليلة من الإقامة، وهي كانت يجب أن تتعرف على أحمد، هذا المغترب الذي هو مطلق وهو يعيش في ألمانيا، ولكن إحدى صديقاته اللي هي دعت إيلي جاءت به ليتعرف عليها. وهذه أيضا هنا نوع كسر تابوهات، نعرف أن العلاقة بين النساء، الفتيات والشبان، يعني كثير فيه من التعقيدات، سواء في إيران أو سواء في العالم العربي، أو حتى أصبح الآن عالميا في نوع من الكومبلكس يعني بين العلاقات. إيلي تتعرف على هذا الرجل وتمشي معه وتدخل معه في السيارة، يتحدثون، يضحكون، يعني حتى هو عندما هو يحكي لها، يقول أنا كنت متزوج مع واحدة ألمانية، وبعد ذلك في يوم من الأيام هي نهضت من السرير وقالت له بدنا نفترق. قال لها ليش؟ قالت له ربما ألم ساعة ولا ألم كل ساعة، بمعنى يعني هو يحدثها عن هذه الإشاءة، أو عن ذلك العالم الموجود في الغرب، أنه ممكن العلاقات تنتهي في ثانية واحدة بدون أن تكون كثير من الإشكاليات، بدون أن تكون هناك كثير من المشاكل، قد يكون الفراق عن اتفاق، ويذهب كل إنسان بحيث يواصل حياته، ويكون هناك في احترام، وتكون صداقة بين الشخصين الذين كانوا في علاقة، سواء زواج أو صداقة أو حب أو عشق أو ما إلى ذلك، أو كل واحد يذهب إلى عالمه وينسى تلك المرحلة. لكن طبعا إيدي تبدأ أنها تقترب من هذا الرجل، ولكن فجأة تقرر أن تعود إلى طهران، وبدون مبرر تحاول صديقتها أن تمنعها وتأخذ شنطتها وكذا وكذا، ولكن بعد ذلك أحد الأطفال يكاد يتعرض إلى الغرق. إيلي تحاول أن تنقذ هذا الطفل، ولكن بعد ذلك تختفي إيلي تماما، لا نعرف ماذا حدث لها. يستمر البحث عن إيلي، البعض يقول ربما عادت إلى طهران، البعض يقول ربما غرقت، يتصلون أو يستأجرون قارب، حتى هذا الشخص الذي يؤجرونه وهم يبحثون في قاع البحر، يشتغل معهم ساعتين بعدين، أو 3 ساعات أو كذا، بعد ذلك يقول لا أريد أن أعمل. تأتي خبر أو أمن الساحل وكذا عن إيلي، وبعد ذلك طبعا هم يجدون هاتف إيلي. إيلي كانت
حكت لهم أنها يعني غير مخطوبة أو غير مرتبطة، وأن لديها أخ، فهم يتصلون بهذا الأخ أحد ولكن بعد ذلك نكتشف أن هذا ليس أخوها، ولكن هذا خطيبها، وخطيبها هذا مخطوبة له من سنوات، وهي كانت تحاول أن تتحرر من هذا الخطيب، وربما هي بحثت عن منقذ، عن معرفة أحمد هذا، بحيث أنها تتخلص من تلك العلاقة القديمة. لكن الخطيب طبعا هو يرفض دائما، هي طالبته بالانفصال ولكنه يرفض دائما. يعني هون يعني ما حدث مثلا مع أحمد وزوجته، أنهم انفصلوا بكل سهولة رغم أنهم متزوجين، لكن خطيب إلي رغم أنها خطوبة فقط إلا أنه يرفض أن تنفصل عنه. طبعا يحضر هذا الشخص و يعني يصاب بالكارثة، إنه كيف هؤلاء أو كيف هذه خطيبته وهي موجودة مع شباب، وكانوا طبعا هذه المجموعة فهمت أو تحدثت مع راعية البيت أو صاحبة البيت أن هؤلاء إيلي وأحمد متزوجين حديثا. فهنا تحدث الإشكاليات ويحدث بعض الصراعات بين خطيب إيلي وبين أحمد. ولكن بعد ذلك عندما نكتشف أو عندما تأتي جثة إيلي، هذا الخطيب الذي كان متمسك بها والذي كان يقسم أنها كل حياته أو الذي كان كذا، عندما يرى هذه الجثة يتخلى عنها بكل سهولة ويمضي. إذا الكثير من الأشياء التي يمكن، يعني هذه القصة باختصار، والكثير من الأشياء اللي يمكن أن نستنتجها أو نناقشها، وربما تحتاج إلى نقاشات مثل هذه الأفلام وعدة وقفات وليس وقفة واحدة. كونوا معنا بخصوص إيلي أو شيء عن إيلي أصغر في هذه. بخصوص إلي فيلم أصغر فرهادي، وأنا تحدثت يعني بشكل سريع عن محتوى القصة، وربما أنتم أيضا الفيلم أعتقد أنه موجود مشاهد، يمكن أن يشاهد باللغة العربية مترجم أو باللغة الفرنسية أو باللغة الإنجليزية، وهو فيلم ممتع يشدك من اللحظة الأولى إلى اللحظة الأخيرة. طبعا سأشير إلى بعض الأشياء التي أشرت، كما قلت سبق أن أشرت عليها في مقالة منشورة تستطيعون أن تجدونها بعنوان الفيلم الإيراني بخصوص إيلي أصغر فرهادي، تعرية الواقع بلغة سينمائية ذكية. نشرت قبل عدة أشهر على موقع سينما توبرا، أعتقد كان بشهرين. أود أن أشير في البداية إلى الأمكنة التي يعني نالت البطولة وكانت أحد الأبطال. البحر أولا الأبطال المهمين جدا، لأن البحر الذي وصلوا إلى يعني القدر، كأن القدر يعني قادهم إلى هذا المكان، إلى هذا المكان قرب البحر. كما قلت أنهم كانوا قد حجزوا فيلا فخمة، ولكن حدث إشكالية في الحجز، فلذلك ذهبوا إلى فيلا يعني بدل أن يعودوا إلى طهران ظلوا بجانب البحر. وكانت هنا أيضا مفارقة إجرامية اللي هي ساقت إلى هذه المأساة. نحن هنا أمام مأساة، أمام تراجيديا، لكن المخرج هنا لم يجعل من هذه، يعني إحنا لسنا أمام قصة بوليسية ولا قصة في نوع من التشابك مع الواقع، من قراءة هذا الواقع من البحث، أبعد من القصة كذلك. يعني هناك سينما ولكنها أبعد أيضا، تستخدم السينما أو الفيلم هنا يستخدم لغة سينمائية، يحاول أن يتلامس أو أن يكون في هناك نوع من التشابك. وكما قلنا دائما في الكثير من الأفلام الإيرانية التي تصل إلى هذه المهرجانات، وعدد من المخرجين متميزين جدا جعلوا من هذه السينما يعني كأنها نافذة شعرية وليست فقط نافذة للقصة. إذن البحر سنراه هنا بعدة لقطات، بلقطات متوسطة، بلقطات قريبة، بلقطات بعيدة، سنراه في أوقات عديدة، عند الشروق، عند الغروب، سنراه أيضا في الليل، في الظلام الدامس، يعني كأن لونه أزرق، كأن لونه أخضر، كأن لونه يعني عدة ألوان. إذن البحر هو له عدة أوجه وليس وجها واحدا. صوت البحر في الكثير، وخاصة يعني في النصف الثاني من الفيلم يبدأ صوت البحر هنا يشارك الأبطال، يتداخل معهم كأنه ضجيج، هذا يعطي أو يعكس الكثير من الأشياء النفسية على العديد من الأبطال بسبب هذا الصوت وهذا الصخب الذي هو يحدثه، كأنه يقول أنا موجود، أنا من ابتلعت إيدي. لأنهم كانوا في البداية لا يعرفون أين ذهبت إيدي، ربما بعضهم
يظن أنها ذهبت أو عادت إلى طهران أو أن كذا. طبعا زبيدة هذه صديقة إيلي التي جاءت بها، يعني هي تعرف قصة إيلي تقريبا الوحيدة التي تعرف. نحن في البداية لا نعرف عنها شيء، نعرف أنها امرأة عازبة وجاءت هنا لتتعرف على أحمد في يعني إطار محترم يعني، وليس إطار يعني. فزبيدة تعرف بعد ذلك أنها كانت مخطوبة وأن خطيبها يعني رجل شرس وأن خطيبها كذا، فلذلك هم يقعون في هذه المشكلة عندما يأتي الخطيب كما قلت. إذا الشخصية أو الشخصيات هذه نحن لا نعرف في البداية عنها يعني أي شيء، يعني هنا لسنا هنا في إطار حتى إلى النهاية تظل أشياء كثيرة مجهولة عن إيلي، يعني أباوت إيلي أو بخصوص إيلي هناك أشياء كثيرة مجهولة تظل إلى أن تموت هذه البتة. وربما العلاقات أيضا كما دور النساء أو البحث في العلاقات الإنسانية، هون سنجد علاقات كثيرة جدا، مثلا زبيدة وزوجها، في الأخير زوجها يكاد يضربها أو يصفعها. الأزواج والزوجات في النصف الأول من الفيلم، الفرح والعبث والكلام وحتى الرقص وحتى كذا. هنا أيضا السينما الإيرانية تقول نحن مجتمع إيراني أو مجتمع إنساني مثلنا مثل أي مجتمع، يعني ربما فقط الإعلام الغربي والإعلام الأمريكي وربما إعلام آخر العديد من أنواع يعني من يروج. نحن طبعا يقول نحن شعب أو نحن ناس مسالمين، ليس لنا دخل. يعني طبعا ليس معنى ذلك أن كل إيراني سياسي معارض، وليس معنى نحن هنا لا نبرر طبعا أو لا نريد أن نتحدث السياسة سلبيات أو إيجابيات هذا النظام، ولكنه شعب يا جماعة، هو شعب عريق له حضارة 10,000 سنة، يعني لم يأتي يعني مع الثورة الإيرانية ولا مع الثورة الخمينية، ليست هي من خلقت هذا الشعب. يعني حتى الشعب اسمه الشعب الإيراني أو الفارسي، هم لا يقولون مثلا الشعب الخميني أو الشعب الكذا. فإذا نعرف طبعا أن إيران يعني كانت قبل الثورة الإسلامية أو الثورة الخمينية يعني كان مجتمع منفتح، وكان في دور سينما، وكان في النساء كاشفات بشكل عادي جدا، والعلاقات يعني مثل أي علاقات مثل أي مجتمع منفتح، قد تكون هناك علاقات سوية قد تكون علاقات غير سوية. مع الثورة ومع النظام ومع الحكم البوليسي أيضا الذي ربما يركز أحيانا على بعض الأشياء الشكلية، جعل الناس أنها تستطيع أيضا أن تخرج من يعني من أن هي أن تتحرر بشكل ولو بمخفي، يعني بدون أن لماذا هؤلاء مثلا يذهبون إلى مكان بعيد، بينما يعني بحيث أنهم يستطيعون أن يعني يتمتعوا بهذه العطلة في شكل إنساني. العلاقات بين الأزواج تكون جيدة وضحك وكذا، ولكن بعد ذلك سنجد أن العلاقات تتوتر في الأخير. يعني نحن ما زال أو ما نزال إحنا عندما نقرأ في العالم الثالث طبعا أو في كثير من الشعوب، ما تزال أن هناك أو الرجل يعني هو ذلك الرجل العنيف، أو هو ذلك الرجل الذي يعني يتنرفز بسرعة، الرجل الذي مثلا ليس له صبر، يعني عدم التفاهم بسرعة، عدم يعني فيأتي أحيانا في لحظات عنف غضب على النساء، رغم أن هذا أن النساء ثلاث النساء يعني جعلنا المكان بشكل جيد كما قلت. وهذه هنا أيضا إشارة أن النساء قادرة على بناء مجتمع، قادرة على بناء هذا الوطن. وكأن هذا الفيلم هنا يشير ويعطي بعض الدلالات ويرسل بعض الخطابات والدباديس ويرسل بعض الإشارات إلى سواء للنظام أو إلى هذا النظام الإيراني أو كل الأنظمة، بوسع النساء أن يشاركن في بناء الأوطان، بوسع النساء أن يكن يعني جزءا مهما من المجتمع الإنساني في مشاركات يعني في البناء. هنا نتحدث في يعني الحياة جميلة في وليست النساء فقط للمتعة أو كذا. إذا نحن هنا أمام عالم إنساني لكنه محاصر كما قلنا بظروف كثيرة جدا. البحر الهائج الذي ابتلع إيلي ربما أيضا هو رمز أو دلالة للوحش المخيف أو كذا، في نوع من الأسطرة، يعني استطاع أصغر فرهادي من خلال هذا الفيلم أن يخلق أسطورته الخاصة، أن يخلق خرافاته الخاصة، وهذا الشيء الجيد الذي يجب أن تعمله السينما، ويجب أن يكون في الفيلم. يعني هذا البحر يصبح يعني ليس دلالة واحدة، يصبح متعدد دلالات. قد يأتي شخص ويقول ورا ربما هذا
هذا البحر يعني كأنه هنا يعني بالنسبة للمشاهد العادي أو كذا أنه التأديب أو العقاب الإلهي الذي أرسله الله ليؤدب هذه الشابة اللي كانت مخطوبة وجاءت لتتعرف على شق خطيب. يأتي واحد يقول لها لا، هذا هو أو هذا قدر، أو ربما هذا هو أيضا ربما النظام البوليسي أو النظام المسيطر على هذا المكان أو على هذا البلد أو على هذه البقعة من العالم، والتي كأنه قام بتأديب هذه الفتاة بأن يبتلعها بأن يقتلها لأنها خرقت بعض الأشياء أو بعض الأشياء الاجتماعية. يعني هون ربما يصير جدل في مسألة البحر ولماذا، ولكنه أيضا هنا يعني كأننا نحن مع أسطورة جديدة خلقها المخرج، أسطورة لم تكن موجودة، يعني بمعنى أن هذه الفتاة وهي الجميلة والبحر يصبح الوحش، أو هذه الفتاة ربما هي انتحرت لأنها ربما وجدت أن المعادلة ما بين هذا الشخص الذي تعرفت عليه بكل ما فيه من إنسانية من فرح ومرح، وربما ذلك الخطيب القاسي الذي ربما لم يكن يدعها، وكأنها يعني ففي أشياء كثيرة جدا سنختلف فيها سنتفق عليها. فهذا هو طبعا من الأشياء الجميلة جدا التي تحدثها مثل هذه النوعية من الأفلام. أشرت هنا أن استطاعت الكاميرا أن ترصد العديد من اللحظات تصويرها للوجوه في حالات الفرح والألم. من أجمل المشاهد عندما تركض إيلي على الشاطئ مع الطائرة الورقية، تظل الكاميرا تركض معها تمسك بوجهها، وكأن الفتاة كأنها يعني حورية من الحوريات تحاول أن تفلت من هذه الـ الكاميرا أو من الكادر. وكأنها هون يعني ربما هذا العالم بما فيه، ربما شعرت أنه عالم جحيمي، لذلك ذهبت إلى الفردوس، أو ربما ففي كثير من الأشياء التي يمكن أن تشير إليها موقع البحر، حتى عملية أو هذه القصة أو هذه المأساة اللي هي الغرق. نحن لم نشاهد الغرق طبعا، لم يصوروا لنا، إلا الشاهد الوحيد الذي على الغرق هو طفل صغير، ولكنه هو لا يتذكر شيء لأنه هو أساسا كان سيغرق. وتأتي البنت الصغيرة، تأتي إلى الرجال أبوها وأصدقاء أبوها وهم قاعدين يلعبوا كرة، فتجي تصرخ فيهم ولا يسمعونها في البداية، ولكن في الأخير يسمعونها، فتقول لهم فلان يعني أو الطفل أخوه إن أخوه سيغرق أو يغرق. فهم عندما يركضون يجدون الولد وهو مبتل على الشاطئ، يحملونه وكذا وهو في حالة إغماء أو في حالة خوف أو في حالة، وبعد ذلك يشعفونه بشكل سريع يعود يتنفس، ولكن عندما هم لا ينتبهون إلى فقدان إيلي، ولكن ينتبهون يظنون أن إيلي ذهبت مع البنات عندما ذهبوا للتسوق. إذا لم يكن يعني البداية لم يكن هناك، ولكن عندما تعود زبيدة مع البنات الأخريات، وبعد ذلك يسألون عن إيلي وين إيلي، فيبدأ البحث عن إيلي ويبدأ كذا وتبدأ القصة. يقولون والله هي غادرت، تأتي زبيدة وتقول لهم هذه شنطتها وهذا الهاتف بتاعها، وأحدهم يتصل كما قلت بالخطيب. يعني ها إيلي في البداية أو حتى إلى النهاية ما نزال نجهل، يعني زبيدة تعرف أشياء بسيطة لكنها لا تعرف القصة كاملة. هي تعرف أن لديها أم وأنها ساكنة مع أمها فقط، ولديها خطيب، لكنها لا تعرف، ولا نحن إلى النهاية لا نعرف إذا يظل السؤال ويظل كذا. طبعا ماجدة أو قصدي زبيدة يعني هي بصراحة يعني تكون متضامنة جدا مع إيلي حتى بعد موتها، يعني يقول يعني لا تنفع هذه البنت، يعني بمعنى أنه لا يجب أن نحكي أنها جاءت هنا علشان تتعرف على خطيب وكذا، بمعنى أنه يعني كانت تحب أو تتمنى أن هذا الخطيب يتفهم بدون الدخول في هذه، ولكن هذا الخطيب أو هذا الرجل الذي ادعى أنه أحبها يعني إيلي عندما نراها في لقطة من اللقطات في نهاية الفيلم، والماء كأنه ما يزال يقطر وجهها يعني بشكل يعني يظل يحتفظ بلغتها الطفولية أو بملامحها الطفولية، فاللي هو ظلمها وهي حية عندما كان يضطهدها أو عندما كان يتشبث بها بقوة كأنها شيء ملكه، وأيضا لكنه في الأخير يذهب ويدعها ويتركها يعني بدون أن يهتم بها مثلا، أو بدون أن
يودعها بدون أن يأخذها ل مثلا للوداع الأخير أو إلى القبر، فلا نعرف بعد ذلك كيف سيكون وضعي لي، هل هم سيأخذونها مثلا سيقيمون لها جنازة أم هي يعني بمعنى ستظل مجهولة. فالكثير من الأشياء اللي أصغر اللي يحاول دائما أو حاول في الكثير من اللقطات أن تكون أغلب لقطاته فيها الدهشة، فيها نوع من الحوار، فيها نوع من الدلالات، يبتعد عن مجرد أنه يعكس قصة بسيطة. الفيلم معبر للغاية، تتخلل أصوات الطبيعة وأصوات الممثلين. أشرت أيضا أنه هناك في ربما غياب للموسيقى، ولكن هذه الموسيقى عوضتها المؤثرات الصوتية، غناء الشخصيات بينهم بين نفسهم وهم يغنون. وجدنا أن العلاقات ممكن أن تكون سهلة بين الناس، يعني مجرد أنهم وصلوا إلى هذا البيت، ورغم أن هذا البيت ليس بيتا مثاليا للفرح والمتعة، ولكنهم يتعاونون فيما بينهم ليصنعوا فرحهم الخاص. يعني أن العلاقات الإنسانية ممكن أن تكون سهلة، يمكن أن تكون عادية إذا نحن تخلينا، إذا كان لدينا استعداد لنعيش مع بعض، لنتفهم بعض، لنفهم بعض. ولكن عندما لا نفهم بعض فإنه تحدث العركة كما في الأخير أو كما حدث. طبعا المخرج أصغر فرهادي هو حاول أن يفضح كل الشخصيات هي مطروحة، ليست إيلي فقط كذبت، يعني بمعنى أن كل الشخصيات أو أغلب الشخصيات التي الرجال الذين يدعون الحب ويدعون كذا، في الأخير يكون في نوع من العنف، في نوع من بعض الشخصيات يريدون أن يتخلوا ويخرجوا من المسرح أو من هذا الموقف أو من هذا المشهد أو من هذا المأزق. إذا الكثير حسابات، لكل واحد كان له حسابات خاطئة، لكل واحد كان له أفكاره، ربما المأزق الأخلاقي والعاطفي مفجع. هناك أنه يطرح تحديات كبيرة في مواقف وقيم، وخاصة فيما يخص بالفئة التنويرية. نحن هنا لسنا طبعا في بعض الأفلام الإيرانية سنجد أن هناك يعني أحيانا يذهب إلى الهامش أو يذهب إلى ناس ريفيين عاديين، وتكون مثلا التصوير في مناطق معزولة وفي مناطق ريفية ومع أناس عاديين وبسطاء جدا، يعني مستواهم التعليمي بسيط، ولكن نحن هنا مع أشخاص كانوا زملاء في الجامعة، بمعنى أنهم هذه هي الطبقة التنويرية، هذه هي الطبقة الكذا كذا. ولكن هذا الذي يحاول أو تعرض له أن هناك بعض التناقضات، أو هناك الكثير من التناقضات بيننا كمثقفين. فهذه التناقضات وهذه التضادات اللي حدثت أو كذا، كأنه أيضا هنا يتعرض لهذه الفئة اللي هي الفئة التنويرية أو الفئة المثقفة، يعني بمعنى أنه لا يوجد يعني إنسان كامل، أو لسنا جميعا يعني كاملين، أو لسنا جميعا مثلا. إذا نحن مجتمع إنساني، لنا أخطاءنا، لنا يعني نقاط أو لحظات ضعف قد نقع فيها. وهذا المخرج كما قلت له العديد من الأفلام، وما زال طبعا يحتفظ برونقه، وما زال دائما يعني في كل فيلم له، وخاصة في أوروبا تكون له مشاهدة كبيرة جدا، يعني في مشاهدة هون للسينما الإيرانية، ليست لأن هنا يعني تأتي أفلام ضد النظام، هون المشاهد العادي والمشاهد البسيط لا يعني النظام يكون، وهو يعرف يعني احنا نعرف جميعا انه يعني صارت نص الانظمه في العالم ربما ثلاثه، يعني اغلبها اصبحت انظمه ديكتاتوريه، ولكن هو يعني هذه هو ان نقدمنا انت كانسان بغض النظر انك ايراني او كذا، في قصه انسانيه كما قلت هنا في خلق او اسطره في خلق اسطوره جديده، جعل من إيه هذه يعني كأن هذه حرية في البحر، أو ربما ذهبت إلى ذلك إلى عالم آخر، هذا العالم يكون أفضل من هذا العالم، أو هناك دوافع أخرى دفعتها وهي الهروب من هذا العنف، من هذه القسوة. والعنف والقسوة اليوم يعني لا تعاني منه فقط المجتمع الإيراني أو موجود فقط في العالم العربي، أو موجود ربما الآن الكثير من المجتمعات الإنسانية تعاني من هذه المعاناة، معاناة رهيبة جدا بسبب الارتفاع الأشياء الاقتصادية، بسبب إن أشياء كانت بسيطة جدا ومتاحة وجيدة وكذا، حتى مثلا الآن أصبحت ربما الأمور تتعقد إنسانيا فيما بيننا كما نراه مثلا في العالم الغربي.
اشتداد العنصرية، التيارات العنصرية التي لا تقبل أحد، يعني لا تقبلك لمجرد أن لونك أسمر، لا تقبلك لأن موجود أنت بالجواز مثلا أو لغتك أخرى أو دينك آخر، لا تقبلك، يعني هي لا تقبل حتى يعني موضوع يعني الناسيونيتي، يعني معناه بكل الوطنية، هي أحزاب تقول أنها وطنية، يعني أنا فرنسي فرنسا للفرنسيين، وألمانيا للألمانيين، والسويد للسويديين. فتصوروا كيف سيكون العالم لو أصبحنا في هذه الجزر المغلقة وفي هذه وحصرنا أنفسنا بهذه الأسوار العالية جدا. إذا السينما الإيرانية هنا لا تقدم فقط درسا، أو لا تقدم فقط إيضاحات، أو هي ليست معنى أنها هون يفضح هذا، والله هذا المخرج قاعد يفضح بلده ويفضح كذا، وهذا المخرج معارض، هو يتحدث عن حالة إنسانية تحدث في إيران، وربما هذه القصة تحدث دول أخرى في مكان أخرى في أي بقعة من بقاع العالم. إذا أصدقائي الأعزاء كونوا معنا، سنتابع هذه الحلقة 11 من تأملات حول أفلام سينمائية عربية وعالمية، سنتابع معكم إن شاء الله تحية ومحبة، خالص محبة، معكم حميد عقبي.